إذا للحديث عن حملة المساعدات الأخيرة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى لمخيمات الخازر شرقي مدينة الموصل بمحافظة نينوى، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، مرحبا بكم. بداية، لو تضعنا بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيمات الخازر، تفضل دكتور. حياكم الله سيد الكريم. أهلا بك. هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة الحملات والجهود الإغاثية التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين خلال الأيام القريبة الماضية، حيث قدمت المنظمة بالتعاون مع الإغاثي في هيئة علماء المسلمين جهودا إغاثية متواصلة خلال الأيام القريبة الماضية. هذا يعني ضمن البرنامج الإغاثي الذي تستمر به المنظمة وكذلك هيئة علماء المسلمين. الجهود الإغاثية التي قدمت خلال الأيام القريبة الماضية تضمنت تقديم 350 حمالية داخل المنطقة القديمة في مدينة الموصل. نحن مع أهلنا من الموصل، مع أهلنا الكرام في مخيمات النزوح وكذلك في المناطق مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر. وقدمت هذه الحملة خلال الفترة الماضية، وكذلك قدمت المنظمة 500 سلة غذائية في مخيمات الغير للنازحين من جوف الصخر والهويسرات. نعم. وكذلك قدمت جهود إغاثية في مدينة كركوك. وجاءت هذه الحملة التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وقدمت 500 من حمالية في مخيمات الخازر. نعم. شرق الموصل. هذه الحملة تعد استكمالا للحملات التي قدمتها مع حلول فصل الصيف مع شدة الحر التي يعاني منها أهلنا النازحون في مخيمات النزوح وفي مناطق النزوح. دكتور، إلى أي مدى يمكن ربط هذه المنح المالية التي قمتم بتوزيعها بموسم دخول المدارس طبعا والاحتياجات التي تتزايد على العائلات المهجرة قسرا، خصوصا في هذا الموسم، موسم دخول السنة الدراسية الجديدة؟ نحن نسأل العائلات في المخيمات، يعني هل تم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وهل هنالك عزوف ذاتي من أبنائهم؟ حقيقة نجد الإجابة أن العائلات في مخيمات النزوح وفي مناطق النزوح كذلك حتى في المدن أنهم يعجزون عن تلبية احتياج أبنائهم الطلبة. نعم. مع قدوم الفصل الدراسي. نعم. أنهم يعجزون عن تلبية احتياج أبنائهم من القرطاسيات ومن الزي المدرسي ومن الملابس اليومية التي يحتاجها أبنائهم. ولذلك نحن نقدم المنح المالية لهذه العائلات حتى تلبي الاحتياجات للأبناء الطلبة، وكذلك هم يحتاجون إلى الملبس الاعتيادي في حياتهم اليومية، وكذلك يحتاجون الأدوية ويحتاجون المستلزمات الأخرى في عيشهم. نعم. ولذلك نحن نقدم لهم وكذلك نقدم المنح المالية لأهلنا النازحين حتى يقدموا لأبنائهم ما يحتاجونه في الحياة اليومية من الأدوية ومن مستلزمات الدراسة، وكذلك الاحتياجات الثانوية الأخرى، الاحتياجات اليومية التي تحتاجها العائلة الكريمة، احتياجات أخرى. نعم. تفصيلية ربما لا تلبي، لذلك هم يحتاجون أكثر ما يحتاجون إلى الدعم المالي لتقديم الاحتياج الذاتي للعائلة الكريمة. دكتور، لو تحدثنا عن وضع النازحين من خلال مشاهداتكم، كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين في المخيم طبعا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق، كيف هي أوضاعهم دكتور؟ حقيقة إذا جاءت الأوضاع الاقتصادية بشدتها على العائلة الكريمة في المدينة هي تأتي بأضعاف مضاعفة على العائلة الكريمة في المخيمات. هناك احتياج كبير للدعم الإغاثي وللدعم الطبي وللدعم الصحي وللدعم لمختلف شؤون الحياة. نعم. الأحوال المعيشية في المخيمات أحوال مأساوية مع السنتين الماضيتين، وتزداد شدتها كذلك خلال هذا العام، لأن كثير من المنظمات قد يعني توقفت عن الدعم الإغاثي لأهلنا النازحين،
إدارة المخيمات أخبرتنا بأنهم يشهدون لهيئة علماء المسلمين ويشهدون لمنظمة المنطرة ولمنظمتين آخرتين. هم فقط الوحيدون الذين بقوا على استمرار الدعم الإغاثي لهذه العائلة. الجهات المسؤولة عن إغاثة ودعم النازحين تقصد تقصير كبير ولا تقدم الاحتياجات المتكاملة أو أدنى الاحتياجات التي يحتاجها النازح في المخيمات. وذلك هم يعيشون في حالات يعني معيشية مأساوية. لكنهم يعني لا يتمكنون من العودة إلى مناطق سكنهم لأنهم يعني في كثير من الناس يمنعون من العودة إليها. وكذلك نعم دكتور كثير من العائلات منازلها قدمت. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.